هو هذا وينه؟ العادة من أول رن يرد. ألو؟ ألو؟ قوة خالتي شلونك؟ هلا حبيبتي الحمد لله. خالتي عيل وين ناشي؟ ناشي والله يمه سافر. سافر؟ إي سافر مع رفيجة شلويح. على وين؟ راحوا والله يمه السعودية يومين ولا ثلاث رادين إن شاء الله. إي الله يرده بالسلامة خالتي. الله يسلمك أمي مع السلامة. مع السلامة. غريبة من هوايته ما يقول لي. تفضل. صباح الخير يا حضرة الناظرة. صباح النور. هلا عوض، وين شليويح؟ ليش مو مداوم؟ شليويح جاله أمر ضروري يسافر اليوم الفجر. شلون يسافر من غير ما يستأذن ولا يطلب إجازة؟ جاله شيء طارئ وما قدر يأجله وطلب مني أبلغك وأطلب له إجازة منك. وما قال شنو هالأمر هذا؟ يقول إنه شيء كبير وما يقدر يأخره ولو حتى ساعة. عشتو خير خير إن شاء الله. تفضل شوف شغلك. يلا مع السلامة. مع السلامة. على كيف يسافر من غير إجازة؟ الله حاله. شفيك مضايقة؟ أبد. اتصلت بخالتي أسأل عنها وأسأل عن ناشي، كان تصدمني وتقول إنه هو مسافر مع شليويح. صج؟ عشان كذي شليويح ما داوم اليوم؟ مش أكو بشليويح إذا داوم ولا لأ. أنا اللي مستغربة منه إنه أول مرة يسويها وما يقول لي. عادي حصة، يمكن سافر ما قدر يقول لك. تدري أنا إيش خايفة منه؟ خايفة عشان أنا قلت له وعدني إنك تخطبني سوى هالحركة هذه وسافر. إيش قصدك يعني؟ سافر عشان ما يخطبك؟ مستحيل حصة ما يسوي كذي ناشي. عايش تفسيرك على سفرته المفاجأة. ما أدري بس أنت لازم تحطي له مليون عذر. زهقت وأنا أحط أعذار. طقت شبدي وأنا أحط أعذار. خليها على الله يهون بس.